يلاحظ في بعض الأحيان أن أصحاب السيارات يستعملون في السلام منبه السيارة إذا مروا على أصدقائهم أو أصحابهم، فيغمزون هذا المنبه ويحدث صوتا على أنه سلام، ويقابلهم الآخرون بمثل ذلك، وأحيانا يكون فيه الإشارة باليد. فهل يلزم أن يكون مع هذه الحركة تلفظ بالسلام، وبالنسبة لمن يرد يلزمه أن يتلفظ أيضا بالرد، أم يكتفى بهذه الإشارات وهل لها أصل في الشرع؟ الإشارات وصوت المنبه لا يكفي عن السلام باللفظ، بل يتلفظ بالسلام. يستحب للمبتدي أن يتلفظ بالسلام، ويجب على الراد أن يتلفظ بالرد، لأن البداءة بالسلام سنة ورده واجب، ولا يكفي في هذا صوت المنبه أو الإشارة باليد، وإنما صوت المنبه أو الإشارة باليد من بعد يكون دليلا أو تنبيها للآخر ليستقبل السلام الذي يؤديه إليه أخوه المسلم. فالإشارة باليد أو المنبه السيارة لا يكفي عن التلفظ بالسلام، وإنما يكون في ذلك تنبيه للبعيد الذي لا يسمع السلام، لكن لا بد معه من التلفظ بالسلام، ولا يؤدي المشروعية إلا بالتلفظ. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.